أن هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله يذبح لغير الله ويستغيث لغير الله وينذر لغير الله، كل هذه أعلام شركية وثنية لا شك ولا ريب. لكن أولا أنا أقول أولا هذه أشياء مع الزمن لقنوها من علماء السوء على أنها لا تنافي الإسلام. ثانيا ما أحد أقام الحجة عليهم كفرد يعني من الأفراد حينما نريد أن نخرجه من دار الإسلام كما قلت آنفا، ولكن أمره إلى الله في الآخرة. شايف ما أقيمت عليه الحجة؟ إذن لماذا نخرجه من دار الإسلام وهو لا يزال يصلي معنا ويصوم معنا وإلى آخره؟ أليس الواجب بنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نحاول أن نفهمه العقيدة الصحيحة، حتى على الأقل نحن نطمئن أن هذا الرجل مكابر، أن فعلا رجل كافر، يعني يصدق عليه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أما يا أخي وأكثر عامة المسلمين بل خاصتهم نحن نعرفهم ما عرفوا دعوة التوحيد ولا عرفوا أدلتها، ولذلك هم عندي أنا مرضى يجب أن يعالجوا بكل شفقة وبكل رحمة، وليس برفع السيف صلتا على رقابهم بحجة أنهم مشركون مرتدون عن دينهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. هذه ملاحظة أرجو أن تدرسها جيدا، لأن القضية في الحقيقة خطيرة وخطيرة جدا، تشمل أكبر قسم من العالم الإسلامي، أكبر قسم من العالم الإسلامي ما شم رائحة التوحيد. والسبب ليس عندهم علماء يفهمونهم التوحيد، إن وجد فوجد صوت ضايع في الخضم، صوت ضايع، وهذا كما تعلم يعني. لذلك يجب أن تفرقوا بين وضعكم ووضع العالم الإسلامي الآخر، وأن تنظروا بالفرق بين عامة المسلمين عندكم وعامة المسلمين عندنا، فضلا عن خاصة المسلمين عندكم وخاصة المسلمين عندنا، في فرق كبير جدا. ولذلك ما يجوز سحب الحكم على كل الشعوب سواء لاختلاف الثقافة والاختلاف العلم، ولعل في هذا القدر كفاية.